طيب إذا تسمح لي ما دام هيك إنه ننتقل مباشرة للكتيبة الرابعة واللي يا سيدي. تم تشكيلها بإعازة من الملك المؤسس. الملك عبد الله بده يشكل كتيبة حضرية. نعم. فمين انتخب؟ انتخب حارث المجالي. قال لحارث المجالي مر على الثرايا نقل اللي بدك إياه، أنت حر. فمر على الثرايا ونقل اللي بده إياه، أنا من جملتهم. وجمع الناس كلها وين؟ بالمفرق. هناك بالمفرق. تدربنا تدريب كمان صعب جدا في المفرق. كان قائد الكتيبة حارث المجالي رائد، وكان قائد السرية الثالثة كامل عبد القادر، وقائد السرية الثانية عزة حسن، وقائد السرية الثالثة عبد الله سالم من أخواننا المسيحية مسيحي، وكان قائد سرية القيادة نصر أحمد. فتدربت الكتيبة تدريب، يعني تدريب. فيوم من جاي ولهم بيقولوا بدنا نروح على فلسطين للقتال، شدوا حالكم، كيف انتوا؟ صرنا انزغرت ونهلل ونقول الحمد لله الحمد لله بدنا ندافع عن القدس. انبسطتوا؟ كثير انبسطنا. فجانا السيارات وركبنا وقطعنا على فلسطين. احنا اول في فلسطين حرس، جينا نقاتل هالساعة، هالساعة جينا قتال. عشان هيك انبسطتوا؟ هالساعة انبسطنا رايحين قتال. نعم. فلما صرنا في البيذان وطلعنا على القدس هالطلعة هاي، لقانا كل أهل نابلس. شو بدي أعد لك؟ رجال ونساء وأطفال إشي ما بتصور ولا بقدر أسولف لك إياه. اللي برمي ورد، اللي برمي حلو، اللي برمي كروت، اللي برمي حيهم حيهم، يعني من هالشغلات هاي. شجعونا بالزيادة. وين عاملين النغدة عن الكتيب الرابعة؟ في قصر الحمرة في رام الله. تكريم، تكريم إننا نتغدى ونطيع على أطرون. فتغدينا في قصر الحمرة في رام الله، الكتيبة كلها حطونا محل واحد، هي سينما وما بعرف شيء، وجابونا غدا. شو بدي أعد لك؟ مناسف، حبش، دجاج، أشياء كثيرة. غدا تكريمي، تكريمي مظبوط. وطحنا وتحية وأعلام، وانتو وصفت أهل رام الله القديمة ورام الله الجديدة على الطريق كلهم. معانا للطيرة ولبيت نوبة، وهم على الخط يمين يسار. بعدين طحنا بيت عور تحتها، بيت عور الفوقة، بيت سيرة، صفة، بيت نوبة، عمواس، يالو. بتخيلهم كانوا قدامك؟ قدامي هسا شايفهم، من هي الكرة قدامي. ما شاء الله عليك. لما صرنا بعمواس قالوا هاي المنطقة اللي بدنا اياها، انزلوا. نزلنا ووزع السرايا حارث المجالي رحمة الله عليه. قال السرية الثالثة عند الدير الفرنسي، والسرية الثانية في منطقة عمواس، والسرية الثالثة في منطقة يالو. كلهن جبال، ثلاث جبال مصطبيات الوادي. ابدأوا حفر. بدينا حفر خنادق، يعني خنادق. قالوا الخندق يتعدى سدرك، والشاطر اللي بيخلص. لما كان يلاقينا طيران نستنجد في أهل العمواس، يجيبوننا جكات ويجيبوننا إيش يساعدونا يعني. حفرنا الخنادق، بعدين قالوا طيحوا اقطعوا الطريق. طيب خليني بس اسمعني، في اثنين اقطعوا الطريق عزيز عليك، اثنين عادل السعودي وسلطان السعودي، ناخذهم دقيقة دقيقة يا سيدي. خذ بهم، مش هذول تكريم يعني للبرنامج ولا جنابك الكريم. يلا أستاذ عادل السعودي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مساء الخير أستاذي الكريم. الله يرضى عليك. كل الشكر والتقدير على استضافة هذا الرجل الفاضل، هذا الكنز. في زمن نحن فيه تغتال فيه الشخصية الوطنية. شكرا لكم على إظهار رجل من رجالات الأردن. نعم. ليعرض لنا في معرض حديثه ذكريات وذكريات وذكريات وبطولات. نعم. تاهت عنها الأبصار في هذه الأيام، وجنبت عنها الأقلام، وجفت الصحف كي لا تكتب ذكريات هذه الأبطال، هؤلاء الأبطال. نعم. الحج الذي يجلس أمام كلهم على هذه الشاشة الطيبة التي نحترم ونجل، كنز من كنوز الأردن. نعم نعم. يعني وإحنا بنشكر اتصالك يا أستاذ عادل. مضطرين بس خلينا ناخذ الاستاذ سلطان حتى نخلي الحجي
يطلع بعض هالدرر اللي عنده. تعذروني يا استاذ عادل معليش، انا منونك. استاذ سلطان السعودي، استاذ سلطان بعدك معنا؟ استاذ سلطان تفضل. طيب، يعني باقي معنا وقت الحجي يحدثنا عن معركة باب الواد، تفضل يا حجي. فخلصنا خنادق، خلصنا الخنادق واستنينا، قالوا بعد 5 6 ايام او هن 10 ايام ما بتذكر بالضبط، قالوا عليه كل ليله هجوم. فصار طيارات سود يرمن على الجبال الثلاثي، بس ما لهن قيمه، طيحن هالخزان نصير نضحك، ايه رمت نار نار على الفاضي طيارات سود. فاحنا طحنا على الطريق اللي هي بتقطع القدس عن الساحل، نعم، على صايدين، يعني طريق استراتيجي، صايدين، كل صايد 30 متر. حطينا براميل 12 برميل وحطينا علم الأردن في وسط البراميل، ممنوع. صارت سيارات تيجي من القدس ترجع، والسيارات تيجي من الساحل ترجع. قعدنا يمكن أسبوع أو أقل أو شيء، قالوا الليلة في هجوم، اليهود بدهم يفتحوا الطريق غصب، يعني شدوا حالكم. والله الساعة واحدة ونص في الليل، وان الهجوم بدأ، الهجوم على السرايا الثلاثي اللي في يالو واللي في عمواس واللي عند الدير، نعم، هجوم ويعني شو بدي اسولف لك، ما تسمع لك بذان، التنوير، الرمايش، المدفعية كان من المدفعية محمد المعايطة، ملازم أول هو في المدفعية، والله وأحمد لك إياه، هذا كان يرمي عليهم هون قنبلة، هون قنبلة ينجمعوا، نعم، يجيب قنبلة الوسط يموتوا كلهم. والله صارت معركة كان بطولات، أنت معركة حاسمة، نعم، وحابستي طبعا يا أخوان يشجع هو والأركان محمود الروسان، نعم. لما طلع النهار احنا مقتول منا 4 5 فيهم واحد اسمه فلاح، 6 شهداء، يعني 5 شهداء، 5 6 شهداء، 6 شهداء، واحد اسمه فلاح وواحد من الشوبك والله ما بعرف شو اسمه، نسيت اسمه، والله كنت عارفه صديقي. من اليهود قديش راح؟ راح من اليهود 185. هذه اول مواجهة؟ هذه اول اشتباك، اول اشتباك احنا وياه. طب خليني بس اخذ الاتصالين المحترمين من اخونا ابو حازم خليل. ابو دية مساء الخير استاذ خليل. عليك مساء الخير، كيف حالك؟ الله يرضى عليك، الله يرضى عليك، مبروك البرنامج، الله يخليك، الله يرضى عليك. هذا برنامجكو، انتظرنا وكثير بنتظر مثل هذا البرنامج، مبروك والحمد لله، الله يرضى عليك. وشكرا لك، وحيي الضيف اللي عندك الشيخ على البطولات اللي برويها قاعد، والحمد لله. الخير راح يظل بهالأمة يا أستاذ أبو حازم. نعم يا سيدي، إن شاء الله. نعم. بارك الله فيك. الله يبارك. ممنون لاتصالك. الأستاذ ماهر السمردلي. بالخير أبو العبد. كيف حالك؟ الله يخليك وبنمشي عضيفك الكريم الشيخ السعودي. الله يرضى عليك. والتحية لأهل سعودي كلهم لأنهم من خيرة الخيرة. الله يرضى عليك. وحقيقة برنامج من ذاكرة الأيام تسترجع من خلاله عبق الأصالة والرجولة والأخلاق. نعم. لأن هؤلاء الرجال الذين بنوا الأوطان ولم يعرفوا فيسبوك ولم يروا النور حتى لضوء الكهرباء إلا في أوقات متأخرة، لأنه من خلال ذكرياتهم نتعلم كيف نعيش الحاضر ونتطلع على المستقبل. نعم، هذول ندرس. بارك الله بيك على البرنامج، وكل التحية لكبارنا وشيوخنا. شكرا لك، بارك الله فيك، بارك الله. يعني بتمنى لو الإخوان بس وقفوا الاتصالات شوي، في ضغط اتصالات، حتى الحج أبو محمود في كلام كثير يعني حابين نسمعه من حضرته. إذن أول مواجهة كانت هذه، أول مواجهة استشهد فيها 6 من أبنائنا وقتل من اليهود منهم 185. طيب بدي أذكرك بنايل الجازي وحسن سلامي، كان مناضلين معنا، نايل الجازي حسن سلامي، نعم، من فلسطين، ونايل الجازي وتبعين منقو معنا 100 واحد، أعطاهم منقو كل واحد عباء 15 ليرة شهري، كانوا معانا يجوا على يأكلوا معانا ويشربوا معانا ويدافعوا معانا، ثوار
هذول ثوار يعني للتاريخ، اعطاهم بارودي ومعطيهم بارودي والعباء وهذا مع الثوار يعني للتاريخ نقول ثوار فلسطينيين مناضلين واردنيين وجيش كلكم. نعم مع بعضهم. الله الله ان شاء الله يجمعهم على قدر. كانت لما تصير المعركه الكل يرمي. نعم. طب المعركه اللي اسرتوا فيها شارون اللي الان هاي القدس، انت احنا في الاطرون، انت جيت على القدس. طيب. طيب. كمل الاطرون ونروح للقدس. يلا كمل لنا الاطرون يا سيدي. عايصرنا معركة 85 أول معركة 185 185 فاليهود طبعا بدهم يفتحوا الطريق. ضاعفوا العدد، ضاعفوا العدد تبعهم وضاعفوا وقرروا يهجموا يفتحوا الطريق. هجموا لكن الله أعماهم. هجموا وين؟ هجموا على السرية الثالثة اللي قادها كامل عبد القادر. نعم. واستحلوها، انسحبت السرية لأنهم فاتوا بالخنادق عليهم، هجموا عليهم وفاتوا بالخنادق. نعم. لما انسحبت السرية وين سحبت؟ على قائد، على قيادة الكتيب اللي حابس والرسان عدوا مقتول ستة. نعم. بقول له حابس كيف تنسحب يا تنترك وانت ما مقتول غير ستة؟ يا سلام. قال يا سيدي فاتوا بالخنادق. حابس احنا لابسين، اخذوا الزعبوطات واعطونا حطات صفر. لف الحطة الصفرة. قال انا قدامكم بدنا نلف محل ما هجموا. شوف ها دير بالك، محل ما هجموا اليهود اللف عليهم، وانت العجلوني بتطلع على قبر ابو عبيدة عمرو بن الجراح لما تقول الله اكبر احنا بنبنى الهجوم. لفينا لما صرنا باخر السفح الجبل صار بيننا وبينهم يعني 20 متر، اخذنا الارض واخذنا نفس، عبينا البواري جهزنا. لما العجلوني طلع لصلاة الصبح وقال الله أكبر تقدمنا عليهم. يشهد الله أنهم بيفتحوا اللي مولع بريموس، اللي فاتح سرديل، اللي فاتح طون. احنا دهرناهم اشي ما كانوا يتوقعوه. ساعة الغفلة جتوا، ساعة غفلة مع صلاة الصبح والله أعماهم. قتلنا منهم 200، ما بعرف 200 وفوق 80، ما بعرف 200 قديش، واحنا انقتل منا 10 ستة، وانقتل طباخ فات عليه واحد يهودي وشابط هو إياه، وكانت عندنا مدرعة رشهم اثنين قتلهم في المطبخ، مطبخ السرية الثالثة تبعك. والله بعدها صار حابسي وأكبر الله وأكبر الله وأكبر، ورجعنا على العجلوني اللي بيأذن وانجمعت وصارت دبكات وهذا للصبح. الصبح لموا قتلاهم وانتهت. فهاي انتهت، ظلت معركة واحد الكبيرة. نعم. هاي مذكورة ما ناس تدري عنها. نعم. ففي واحد قائد محارب بالعلمين من اليهود ومحارب مع متقمري ومحارب ما بعرف مع مين، قايل أنا اللي بفتح الطريق بس يعطوني 4000 مقاتل. حطوا كل جندي له 3 4، كل جندي أردني 4. المعركة الثانية حطوا كل جندي 2، المعركة الأخيرة هاي كل جندي 4. فأجي خبر أنه عليكم بدنا نختصرها، إحنا قاعد بختصر. نعم. عليكم هجوم، الهجوم قوي، هيك 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 صار الاستخبارات جن، شدوا حالكم. حابس ومحمود الرسان جمعوا الكتيبة قالوا يا أخوان الليل علينا هجوم كاسح أكبر من الهجوم الأولي، هذا قائد واحد حارب في العلمين وحارب ما بعرف كيف، بدنا 2 انتحارية. نعم. نحطهم قدام الكتيبة 1.5 كيلو حتى يطلعوا الكتيبة، وهذول احنا يعني معناته انتحارية ميتين. اللي حاب كل السريرة كل الكتيبة رفعت ايدها. اجى الدور علي وعلى واحد اسمه سعود عبد القادر اطرم شوي. سمع. اذانه فيه انثقل. نعم. قال انت وين طحنا؟ قالوا روحوا للأركان يشرحوا لكم كيف الوضع ويعطيكم مسدس تنوير وكيف ترموا طلقة حمراء لما اليهود يتقدموا، وأصحى ترموا غير تشوفوا اليهود يتقدموا من هالشي هذا. طيحونا على خندق حرف ال بالإنجليزي. نعم. من قدام جهات اليهود والجنب الثاني، قال بس اليهود يصيروا يرموا انتم بتاخذوا الجنب الثاني تتخبوا فيه وانتم نصيبكم بالحرف الواحد. انتوا نصيبكم. انتوا نصيبكم.
طحنا تعشينا وطحنا وخذنا معنا كل واحد مطرة مي وحطونا بهالخندق. أنا شو بدي أختصر لك إياها، أنا استلمت من الساعة 12.